رمضان لك حبنا تنتظرك قلوبنا، نبتعد عن أهلنا ونقترب من ربنا. التحية بالسلام والزيارة بالاهتمام، هذا من باب المحبة ما هو من باب الخصام. للهجب دعوات الفرج والله يسمعنا، رمضان هذا لوحدنا ما فيه أحد معنا. بالوعي أجمل ابتعد بالوعي ما ضعنا، حتى ولو ما نجتمع هذا التباعد الاجتماع ما بيمنعنا. إننا نبادلكم محبة وانتم اضلعنا، الشدة اللي ما تطيحنا بترفعنا، حتى ولو ما نجتمع قيمنا تجمعنا.